الشعر والغموض، كل اللي بيمس الشعر بيتعامل معاه بشكل غامض، حتى كمان العلم بشقيه الثلاث اللي هما ليهم علاقة بالغموض، هي الوحي، الشعر، واللغة. مش الغموض بالنسبة للناس العادية بس، لكن كمان للعلماء والعلم كمان. مفهوم أساسي في الشعر عشان لا يوجد له متن واضح للإنسان دايما، اللي هو الوحي، ولأنه معوز بالسببية فبيحاول يطلعه في كلمة سماها كلمة وحي، لنسبها من الشعر قبل انتقالها إلى الأديان. الوحي المنظور الديني أو الآلية اللي بينتقل فيها الكلام أو القصائد أو أيا كان، إلى من عالم مفارق إلى الشعر اللي هو أرضي. دي أول حاجة. الشعر هي الشخصية المليئة بالمتناقضات في مناظير تانية كتير، أو بالمرض حتى، واللي صعب تحليلها بشكل ثابت، إنها بتمزج حالات نفسية منعوتة في كتير من العلوم بشكل غريب أو شاذ أو مريض. التالت وهي اللغة، وهي حمالة كل العلوم مهما كانت، وفي كلام منظر فلسفيا عن إنها اللغة ذات نفسها هي خلق الشعر من الأساس، وده هنتعرض ليه في فيديو تاني. عشان كده بعض القيم توجد في الشعر ولا توجد في أي مجال آخر. أصول النفسية مثلا، الجنون ارتبط في شتى الحضارات بالشعر والشطح، والشطط كمان مرتبطين بالشعر ومحمودين فيه، وده شيء أساسي بعيد عن التنظير الثابت في العلوم.